الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا أن يعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، إن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رشا. أهلا أزل، أهلا وسهلا لكل متابعي الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مواضيع جديدة راح نتابعها بعد الفاصل. يمي أنا مو فتحة بسطية، أنا وابني وهم أهلهم طلعهم جدود قاعدين يمي، قاعدون يمي على الفي. أي أهلهم يدرون بي هم يطلعهم، مو بس دولة عندهم، عندهم هواي جدون، هم حتى الأبو جدي. طيب بالبداية التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظاهر أسفل الشاشة، اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة وبه المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صورة توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي حب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين. النشرة الكهربائية اليومية وساعات أجهزة الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقية، البث المباشر على صفحة الشرقية على الفيسبوك، ومثل ما قلنا أي موضوع يا ريت يكون هناك بمعلومات كاملة، صور، مقطع، فيديو. نعم، راح نبداكم أولى مواضيع حلقتنا لهذا اليوم من خبر عاجل وصلنا قبل قليل من مراسلنا قحطان في بغداد. قحطان عدنان أكد أو قال أنه أكبر تظاهرة صارت في الكاظمية، أهالي الكاظمية يحتجون بسبب تردي واقع الكهرباء هناك. المواطن ضاج ما تحمل انه خلاص انه يريدون يشوفون حل، يوصلون الى حل، فطلعوا تظاهره لعل صوتهم يوصل، لان درجات الحراره كلنا نشوف هذا ارتفاع درجات الحراره، لكن كهرباء ماكو، وضعها كلش سيء. يعني مثل ما قالت رشا انه حاليا اهالي الكاظميه يتظاهرون احتجاجا على تردي واقع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الغير اعتيادية، وجاي نشاهد الصور التي وصلتنا الآن من موقع التظاهرة. والعراق أو أغلب المدن العراقية تشهد تظاهرات واحتجاجات كبيرة، احنا حتى يوم الأربعاء غطينا قسم منها بصور ومقاطع فيديو. بعض المدن العراقية لا تستطيع التظاهر نهارا، فلذلك تستغل وقت الغروب إلى حد الليل تتظاهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أغلب المدن أو أغلب دول العالم هي تعيش تحت ارتفاع درجات الحرارة، لكن كلها معدلة أمورها، كلها حالة قضاياها، أكو كهرباء، أكو طرق معينة، أكو تشجير لطف الجو، لكن إلى العراق احنا اكو خطه ظاهر لتحويلها الى صحراء لقتل مواطنيها. لا حلوا موضوع الكهرباء ولا حلوا موضوع الاراضي الخضراء، بالعكس احنا جايين نجرف الاراضي، تجريف كبير للاراضي، قطع كبير للاراضي الزراعيه وتحويلها الى اراضي سكنيه. كل هذه الامور ادت الى انه بالعراق يصير الحر واضح جدا، والله يستر من الأيام الجاية والسنوات القادمة إذا ما لقينا حلول عاجلة لهذه هذا الموضوع. طيب احنا ينضم لنا مراسلنا قحطان عدنان حتى هو يحكي لنا تفاصيل أكثر، هو أكيد في موقع الحدث يحكي لنا تفاصيل أكثر عن هذه التظاهرة وشنو الحل. يعني احنا نبقى نتظاهر وإلى متى يبقى موضوع التظاهر والاحتجاج وإيصال الصوت دون جدوى؟ مرحبا قحطان. مرحبا أزل، مرحبا رشا، حياك الله. قحطان، يعني انقلنا احنا وصلنا بس يعني خلينا نقول زبده الموضوع، انه هناك تظاهره كبيره تعتبر من اكبر التظاهرات لاهالي الكاظميه في بغداد احتجاجا على تردي واقع الكهرباء، وهذه الصور التي امامنا. شنو التفاصيل؟ نعم. اكثر، شنو اللي خلاهم اليوم يطلعون وبهذه الساعه؟ شنو اللي صار؟ نعم، يعني اليوم شهدت الكاظميه اكبر تظاهره واحتجاج على وزاره الكهرباء وحاصل لاهالي الكاظميه وتحديدا التجار ومحلات التجاره في الكاظميه،
بسبب انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة. طيب. وهذا أثر على وضعهم المعيشي ووضعهم الاقتصادي في منطقة الكاظمية. نعم. اليوم وصلت مرحلة أن أهالي الكاظمية يغلقون محلاتهم من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة مساء احتجاجا على اللي يصير في جانب الكهرباء. طيب. الكاظمية ما تشكو فقط قلة المال وضع الكهرباء. الكاظمية تشكو سوء الخدمات، ومع العلم انه الكاظمية هي منطقة تجارية وهي الكاظمية تعيش على اقتصادها الذاتي. نعم. يعني الكاظمية تعيش على الزوار اللي يجون يتوافدون من كل مكان الى مدينة الكاظمية، وايضا اليوم هناك مشاكل في الكاظمية، الكاظمية مغلقة، واليوم اللي اغلب الناس اللي التقينا بهم في هذه التظاهرة يقولون ان الكاظمية تعيش في سجن طوال الليل والنهار بسبب القطاعات البعيدة، يعني 5 كيلو يمشي المواطن من مكان القطع إلى المكان. طيب قحطان، التظاهرة راح تكون في داخل الكاظمية لو هم عندهم فكرة أنه يروحون مثلا أمام دائرة الكهرباء، أمام دائرة معينة، أمام مسؤول معين، وين وين وين؟ نعم. تنتهي التظاهرة؟ نعم، هي التظاهرة صارت الآن، يعني احنا غطينا التظاهرة بالكامل، قناة الشرقية غطت التظاهرة بالكامل. نعم. والتظاهرة حتى الآن في شارع المراد إلى الإمام، وغدا سوف يرى المشاهد من خلال برنامج أهل المدينة التظاهرة بالكامل وتفاصيلها، وكل الناس اللي كانوا حاضرين من التظاهرة من أصحاب المحال من أهالي الكاظمية وكانوا غاضبين جدا ويناشدون الحكومة والجهات المعنية أنه الكاظمية ما يصير تعامل بهذه الطريقة وما يصير تعامل بهذا الإهمال المقصود اللي يعتبروه أهالي الكاظمية هو مقصود في الكاظمية. طيب محتان، باعتبارك أنت أم بغداد، يعني هسه الكاظمية بس تعاني لو أغلب المدن أغلب المناطق في بغداد، شنو المشكلة؟ أصحاب المولدات شلونهم وضعهم باعتبار أنه هناك تسعيرة ثابتة؟ هل تغيرت؟ هاي كلها أمور تعني المواطن أيضا. نعم، أجل أنت سبقتيني بهذا السؤال، أنا سألت الناس اللي تحدثت معاهم في التظاهرة قلت لهم يعني إذا الكاظمية يسكنوها أغلب المسؤولين وتعاني من هذا الإهمال، طيب المناطق الشعبية اللي ما بها أحد ما يسكنها أحد من المسؤولين. نعم. فأغلبهم قال أنه يعني انه المسؤولين ساكنين عندنا، فهذا نقمة على الكاظمية وليس نعمة. ليش عندهم مولدات مثلا؟ ليش نقمة؟ عندهم المسؤولين اللي موجودين في الكاظمية عندهم مولدات، واغلب الشوارع اللي ساكنين فيها المسؤولين داخل الكاظمية مغلقة، فيها قطع من ناحية الفرع الى نهاية الفرع، وكل ما يدخل اليوم مسؤول جديد الى الكاظمية يقطع كيفه، يزيد نسبة السيطرات ويزيد التشديد الامني. إيه خلون الناس تطلع من عندها، العد خلاص إذا يردون المسؤولين، ما طلعت هالمسؤولين هاي اللي جاي ياخذون أجزاء كبيرة من بغداد. طيب المدن، قصدي المناطق الأخرى أيضا تشهد انقطاعات كبيرة بالتيار الكهربائي طول اليوم؟ نعم نعم نعم، يعني منذ اشتداد الحر إلى اليوم بغداد تشكو انقطاع، وحتى الساعة اللي هي الساعة المبرمجة اللي تجي إلى الناس هذه الساعة أيضا تطفى وتجي الكهرباء وصاحب المولدة ما يشغل لانه اي نعم ينتظر انه راح تجي الكهرباء، واني احكي وياك الان انطفت الكهرباء عند الامام الكاظم عليه السلام. عليه السلام. احنا نشكر قحطان عدنان مراسلنا في بغداد. موضوع الكهرباء هذه قضيه عامه صارت مشكله كبيره في العراق، احنا من يشتد البرد يعني يطلب الوزير انه نطفي السخانات، ومن يعني يصير الصيف طف التبريد، لا نشغل شيء، يعني احنا راح نعزل، يعني لا مخلينا معتمدين على نفسنا. هم اغلب المدن اضطرت او المناطق في بغداد اضطرت انه حتى ترفع او تطالب برفع او هم طالبوا برفع المولدات الاهليه الموجوده في هذه المناطق، لان قالوا لهم الكهرباء راح تكون زينه وجيده. زين موضوع الخصخصه غير، انتم حتى احنا نقدر نعطيكم نقول ها تفضلوا، المفروض أن يكون هناك كهرباء على مدى على الأقل 20 ساعة 18 ساعة، لكن إحنا ما هسه ما جاي نعرف، تنطفي وتجي وتجي وتنطفي وتجي ضعيفة. هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الحكومة. نعرف هسه إحنا ملتهين بموضوع التحرير، لكن الناس جاي تموت من الحر، إحنا عندنا مشكلة كبيرة، نتمنى أن يكون هناك متابعة لها من قبل الحكومة المركزية. يبدو أن وزارة الكهرباء
مقتنعه بعملها وتقول انه هذا اللي اقدر اشتغل عليه. احنا نحكي سمع حكومه مركزيه نتمنى انه هي تتدخل وتشوف شنو القضيه. مجلس النواب ايضا لازم يشوف وزير الكهرباء شنو مشكلته، لازم يحلها. كل سنه وكل وزير يجي يلوصها ويطلع. طيب نبقى ايضا حول موضوع الكهرباء في حي الميثاق في قضاء المسيب في شمال الحله، أهالي هناك الظاهرة واحتجوا حول موضوع الكهرباء. احنا راح نشوف مقطع الفيديو، راح نشوف المواطنين شلون بحرقة نقدر نقول قلب ده يطالبون ده يقول يعني ليش احنا الكهرباء ما عندنا. المواطن العراقي تعب مل ضاج انه على طول السنة او على طول مدار عمره انه كهرباء مو زينة بالعراق وما شافوا لها حل من قديم لحد الآن. فالمواطن طلع انه قال كافي خلاص تعبنا ملينا. احنا راح نشوف هذا المقطع وراح نشوف نحس المواطن العراقي شلون ده يتالم وبحصره ده يتحدث عن هذا الالم. كل ما يرضى لو يعرف الطلوس هاي امانه نزلت من عند واحد خيره ياخذ. هسه واقفين امام محطه الكهرباء نعاني من انقطاع كبير في التيار الكهربائي، وهاي قدامنا شركة فيها مواد كيميائية سببت أمراض سرطانية وهاي بالمنطقة، مع العلم احنا المنطقة بها عمارات عدة وبيت ملاصق البيت الصغار حتى السطوح ما عندنا، وكل بيت فيه ما يقارب 14 فوقنا سمن. جبل صدام كانت هذول ما يرحمونا. الكهرباء فول مطينا هذه المواد الكيميائية تجينا من شركة الفرات. بس احنا والله العظيم والله العظيم والله العظيم هذا الشارع على هالقطعه وريد لنا مسؤول، ريد لنا مسؤول خير وطيب يجي يقول لنا شنو مشكلتكم؟ ماكو مسؤول، ماكو مسير، ماكو تبديل، ما يصير يا اخوان. والله دمرنا، جهلنا دمرت، نسواننا دمرت، ما يبان ماكو شراب وقاعدين نشغل احنا. طبعا احنا لسه مع التظاهرات لان الناس تترك بيوتها وتتعب وتطلع تتظاهر ويصير هناك حرق مثلا للاطارات وقد يصير هناك مواجهات. اللي نريد الحل، لكن الناس ما عندها يعني يضطر الواحد يطلع من بابه ومن بيته ويوقف بابه ويقول للجيران شو نسوي شو نسوي ويطلعون تظاهرات هكذا. يقول لك على الاقل انه نوصل صوتنا ما نبقى ساكتين، لكن احنا نريد حل. يعني الناس صار لهم هسه تقريبا اكثر من شهر هم يوميا منطقه تطلع تتظاهر لكن دون جدوى. احنا شفنا اللي صار بالنجف، صار بكربلاء، صار بالنجف مواجهات اصلا وسيسوها واعتبروها قضيه اخرى وطلعوا باطار قالوا ان المصلين راح تتحرر، راح يجونا اكو هنا ما ادري منو اجانا خلايا نائمه وبلوا الناس، يعني حتى ورطوا الناس ذبوا تهم بالباطل وهي الناس طلعت تتظاهر من اجل الكهرباء. هذا الموضوع يحتاج الى وقفه حقيقيه، يعني احنا نناشد الحكومه المركزيه ونناشد مجلس النواب للتدخل باسرع وقت. لازم احنا نعرف شنو هي المشاكل، يعني واحد اثنين ثلاثه ويتم حلها. احنا جاي نصرف مليارات الدولارات، ما معقوله موضوع الكهرباء. ليش العالم لا احد يقول ارتفاع درجه الحراره بيأثر؟ ليش العالم ما ترمش عندها الكهرباء؟ ليش عندنا بالعراق؟ اذا المشكله بالمحولات نبدلها، المشكله بالاسلاك نبدلها، المشكله بالوزيره نبدلها، نشوف وين المشكله ولازم يكون لها هناك حل. نبقى ايضا باطار الكهرباء، تعرفون انه الموصل بدات تتحرر يعني او راح يعلنون الانتصار بشكل كامل، مفروض انه اليوم باكر خلص بشكل نهائي. وحده من المناشدات اللي وصلت لنا حي سومر من ضمن الاحياء التي تم تحريرها من شهر واحد، الناس رجعت لها. المفروض انه يتم اعاده الاعمار بها. وصلوا هناك ماكو كهرباء، المحوله اللي في هذا الحي عطلانه. وهاي تصير يعني تعرفون هم ناس مروا بحرب، حرب كبيره وعمياء. صار لهم فتره من شهر الواحد واحنا هسه شهر السابع يناشدون دائره الكهرباء لحل القضيه. دائره الكهرباء تقول انا ما عندي تمويل من الوزاره، قد تكون هي صادقه فعلا، يعني الوزاره هي المحافظات او المدن الامنه هي ما موفره اي شيء لها. فمستحيل هي توفر هسه تفكر بالموصل، اخر ما تفكر به تفكر يمكن انه الدول تساعد الموصل ويتم اعمارها. الناس مضطرين انه يروحون يشطلون من غير مناطق، بس هذا مو حل. هم يردون كهرباء وطني تجي لهم، معقوله احنا محوله ما نقدر نودي لهم؟ يعني هاي نناشد احنا وزاره الكهرباء او دائره الكهرباء للتخاطب للتعاون للاتحاد، ما اعرف شلون واحد يوصلها لهم. حي سومر ما عندهم كهرباء وهم متحررين
وقاعدين وساكتين في منازلهم. احنا المفروض نشجعهم على العوده، نشجعهم على انه يبدون يستقرون ويبنون ويهدؤون. يعني هم ناس صار لهم سنوات عايفين بيوتهم ومنازلهم ووضعهم واستقرارهم، رجعوا من شهر الواحد وحد الان 7 أشهر. نتمنى ان يكون هناك تعاون، واحنا راح نشوف يعني حقيقه الآلام الكثيرة للموصل منا ورايح أكيد، والناس يا ريتهم أيضا توصل لنا حتى نوصلها. إحنا نريد بأقرب فرصة يتم حل هذه الأزمة، هي أزمة الكهرباء، وهذا الملف راح نبقى متابعينه في أهل المدينة. نحن أهالي حي سومر ناشط قناة الشرقية برنامج أهل المدينة لإيجاد الحل للمحولة 1674. علماً أن المنطقة تحررت من شهر الواحد ولحد الآن لا يوجد أي حل لهذه المحولة، ولكم جزيل الشكر. موصل حي سومر التقاطع الثاني. يعني مثل ما شاهدنا المقطع واضح، طبعاً أرسل إلى حصري إلى أهل المدينة. إحنا نشكر أيضاً الأهالي اللي يتعاونون يرسلون مثل هكذا مقطع مختصر وبالمعلومات الكاملة حتى يكون بالدليل، يعني خاف يقولون لا والله موجودة، الناس قاعد تشكو من هذا الموضوع. حي سومر التقاطع الثاني في الموصل، الناس متحررين من شهر الواحد بس شهر السابع ماكو محولة، اللي هي أبسط ما يمكن جاي نصرف احنا هالشكل فلوس بالهبل. المفروض أن يكون هناك تعاون ومنح محولة للأهالي هناك. نبقى متابعين هذه القضية ونتمنى أن يكون هناك حل سريع لهذه الإشكالية الكبيرة. نروح إلى البصرة. طبعا قبل يومين وفاة شرطي مرور أثناء تدية واجبه تحت درجات الحرارة. احنا كلنا دا نشوف احنا درجات الحرارة اللي دا نعيشها حاليا، يمكن ما شاهد العراق هيك ارتفاع درجات الحرارة. هذا الشرطي أثناء تدية الواجب توفى الله يرحمه. دائرة المرور أو عزت أو قالت أنه سبب الوفاة أنه كان يعاني من مشاكل صحية ولهذا السبب توفى. الناشطون والناس سألوا وقالوا إذا هو يعاني من مشاكل صحية لعت ليش كانوا مخليه تحت الشمس، ليش منطيه هذا الواجب خارج الدائرة؟ ولهذا ظلوا الناس يتساءلون ويقولون شنو ليش خلوه هيك يعني بهذه الطريقة. طبعا يعني الموضوع من تم نشره انتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي صورة شرطي المرور اللي هو اسمه محمد مسلم شرهان. حقيقة يعني هي مو أول مرة تصير، يمكن حتى الصيف الماضي كان هناك، هي مو وفاة استشهاد لأنه ما دام قاعد يؤدي واجبه الرسمي فهو استشهاد. لكن الخبر أو التصريح كان مستفز من دائرة مرور البصرة. حتى لو هو كان يعاني من مشاكل صحية وتوفى نتيجتها أو نتيجة هذا المرض مو نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، طريقة كتابة التصريح أو الخبر ونشره وكأنما يعني يردون يقولون أنه ماكو ارتفاع بدرجات الحرارة، أو كأنما أنه إذا توفى بنتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى فد امتيازات خاصة فهم ما يردون انطوهية. يعني هناك غموض بطريقة التصريح. هو استشهد لأنه هو قاعد يؤدي واجب الرسمي بالملابس اللي هو يرتديها كل يوم، وهو قاعد يؤدي واجبه في عز الظهر أو في مع ارتفاع درجات الحرارة العالية جدا اللي الواحد ما يقدر ينتظر في الظل كيف هو قاعد ينظم السير في الشمس. كان مفروض يكون هناك بيان ويكون هناك خبر يكون جميل يكون قوي، تنعى مثلا دائرة كذا 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 في الوقت اللي هو مات بمشاكل صحية لكن هو نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. يعني هذا ابنكم، يعني احنا عتب على دائرة مرور البصرة أن يكون بمثل هكذا يعني تقليل من أهمية الموضوع والقضية. نتمنى أنه ياخذ استشهد هو الله يرحمه، لكن يكون هناك كل الحقوق إلى أهله وإلى عائلته. أكيد ترك عائلة. عندنا تكملة مع البصرة وأخبار البصرة وموضوع ارتفاع درجات الحرارة لكن بعد الفاصل. البقع الصعبة مثل الرمان، الشوكولاتة، صلصة الطماطم، الشاي، جميعها بقع مستعصية على الملابس الملونة وكذلك على الملابس البيضاء، مجموعة مسحوق الغسيل ABC.
بفضل تقنية كبسول أنزيم ثنائي المفعول تحصلين على بياض ناصع ورائحة منعشة. مجموعة مسحوق الغسيل ABC. راح نبدأ أو نكمل وياكم مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، وأيضا في البصرة ما زلنا في البصرة وموضوع ارتفاع درجات الحرارة. مستشفى الفيحاء في البصرة لتستقبل المرضى العشرات المرضى أو المراجعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبداخل هذه المستشفى الكادر الطبي قليل، هو ممرض واحد أو طبيبين. لكن المشكلة الكبيرة ليس في النقص في الكادر، المشكلة الأكبر اللي يواجهوها الناس أو المواطنين هناك أنه ماكو أدوية. يقولوا لهم روحوا جيبوا من الصيدلية حتى نقدر نعالجكم. زين، سؤال إلى وزارة الصحة، ليش وقت إلى متى راح يكون المواطن العراقي كفيل يعالج نفسه؟ لعت المستشفيات لويش، وليش مفتوحة المستشفيات إذا تستقبل المرضى وتقول له روح تجيب الدواء أنت حتى نعالجك؟ يا ريت يعني يشوفوا لهم حل، يعني إلى متى يكون هيك العراق؟ طيب، يعني من نحشي على البصرة كل درجات الحرارة أو ارتفاعها في كل المدن بكفة والبصرة بكفة أخرى. ليش؟ لأن هي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة عندهم بما هو معروف بالرطوبة اللي اسمه الشرجي. هذا بحته قصة حزينة. المفروض أن يكون هناك مع ارتفاع درجات الحرارة يكون هناك استمرار بالتيار الكهربائي، لأنه الكهرباء في البصرة عندهم إنتاج ما خلينا نقول فائض، وإنما إنتاج كف المدينة. لكن المشكلة عندهم هم بالأسلاك الناقلة، وعندهم مشكلة بالمحولات، لذلك هي جاية تطفي الكهرباء في البصرة. لكن رغم هذا المفروض يكون هناك حل منذ سنوات. حاليا اللي متابع اخبار البصره يعرف البصره صايره المسؤولين واحد يتهم الثاني، واحد يسجن الثاني، واحد يطلع فساد الثاني. احنا نارهم تاكل حطبهم، خليهم، بس المواطن هو الضحيه، هو المسكين. ابتداء من محافظ، رئيس مجلس محافظه، وناس تطلع تتظاهر على هذا، وناس تقول لك هذا بريء. يلا البريء يثبت براءته، لكن هسه المشكله انه البصره مثل الضايع، بيها كل شيء كلاشي، مخدرات، بها مستشفيات نقص بالخدمات، هي منتهية، هي كبنى تحتية كبصرة هي منتهية. موضوع ارتفاع درجات الحرارة والقضية الأولى اللي حكينا بيها احنا موضوع المرور، موضوع قلنا مؤلم ونريد نعرف احنا تفاصيله. طبعا مع مراسلنا منتظر من البصرة راح يحكينا تفاصيل أكثر، لكن موضوع ارتفاع درجات الحرارة أيضا احنا نحمل الحكومة المركزية عدم التدخل بهذه القضية، لأن البصرة تحتاج إلى وقفة جادة بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة، وأيضا موضوع المستشفيات التي تعاني نقصا حادا بل انعدام المواد أو العلاجات الطبية الأساسية. الناس تروح توقع، تروح للمستشفى، تتفاجأ أنه ماكو دواء، يقولون روح جيبوه من الصيدليات الأهلية يلا نقدر نعالجكم. هاي وحدة احنا من الصور هم شفناها أنه هي في إحدى المستشفيات. طيب شلون يعني نموت؟ انتوا تردوننا نموت؟ يعني هي باختصار قولوا لنا، حتى واحد هو يموت روحه. احنا للاسف ما حصلنا منتظر، لكن نتمنى حق رد مكفول امام دائره المرور. لكن هو عتب، ما نقول تصريحاتكم كانت مؤلمه للغايه، ما كنا نتمنى انه احد منتسبيكم هكذا يتم التعامل وياه بهذا التصريح، وكانما جريمه انه مات تحت ارتفاع درجه الحراره. لا، مات تحت درجه الحراره، حتى لو كان مصاب بمرض معين كان المفروض انه ما تكلفونه بتأدية واجبه في ذلك اليوم او مع ارتفاع يكون في غير مكان. وايضا نتمنى رد من مستشفى الفيحاء، ليش ما عندكم دواء؟ راح يقولون ماكو فلوس، والوزاره ايضا هي اللي مقصره ويانا. اذا احنا ايضا نناشد وزاره الصحه، احنا نظل نناشد، لكن للاسف اكو اهمال كبير واكو تنصل عن المسؤوليه. لكن باب اهل المدينه مفتوح لكل من يريد الرد حول هذه المناشدات والشكاوى. نروح إلى بابل، وفي بابل تم إلقاء القبض على امرأة مع ابنها. هذه الامرأة تاجر بالأطفال بطريقة استغلال الأطفال والطفولة عن طريق التسول من خلال توزيعهم بشوارع وفي مناطق الجراجات والتقاطعات. خليكم ويانا وخلي نشوف هذا الاستطلاع. We'll be right back.
ابتسام سلمان فزع، موظفة خدمة من مدرسة المحقق. يمي أنا مو فتحة بسطية، أنا وابني وهم أهلهم طلعهم من جدول قاعدين يمي، قاعدون يمي على الفي. والله ما أعرف، يعني 9 سنين 10 سنين. أربعة. إيه. مو سوى. مثلاً 30 50 60 مو سوى. يجدوني يضمون يمي ومن يرد. إيه إيه. هم يجون الصبح يردون العصر. طهور مو سوى. بس 2 بالمدرسة. شو وقت يشتغلوا دوام يطلعون دوام؟ بالعطلة هسه اجوا. هم اهاليتهم طلعوا هم. ايش قد صار هاي الفترة؟ يعني شهر شهر ونص. بس انا من زمان مبسطة هنا، انا صار لي بال7 سنين انا وابني. على باب الله مبسطين. اهلهم اي. مو اجوا اهلهم للمحكمة. اي اهلهم يدرون بيه، هم طلعهم مو بس دولة عندهم. عندهم هواي يجدون، هم حتى الاب يجدي. اي هم يقعدون يمي، بس انا ما يعني والله العظيم ما لي دخل بيهم. سيدي هم يجون يقعدون يمي على الفي، مرات يشوفون ما عندي ما مشتغله شو 5000 10000 يعطوني اياها، كيف ما عندي؟ ويدرون بيها معوقه. بس وين امكان التسول مالتهم يعني؟ دائما هو باب باب اي اي لا لا بس باب المشهد. اي 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 بس مو يعني ما نعرفهم. لا هم مو موجودين بتقاطع، بس مو ما نعرفهم. نسوان وزليم اشكال. هاي المنطقه محصوره بس لكم انتم؟ انا بيت منطقه، انا كنت قاعده بالابراهيميه، اطلع من المدرسه اجي ابسط هنا أنا. زين بس لا هواي يشتغلون ذيك. اي ها مثلا دوام الصبح اجي دوام من الصبح للوحده احل، اجي ابسط من الوحده من الثنتين للمغرب اعزل 275. عندي 5 بنات وعندي ولد واحد. زين وقاعده بالاجار الشهر 200 والله العظيم. ما يشتغل ما عنده شغل، مريض، عنده انسداد بالشرايين، عنده ضغوط، عنده سكر. والله العظيم راتب المرات اشتري حب وبرقه واشتغل فوقها اطيل الاجار. والله العظيم واكو ناس المتبرعين موجودين اللي تبرعوا لي بالعلاج. زين وانا مدرسه هذا المكان صار لي بال7 سنين 8 سنين من زمان. وليش اختارت يعني المكان؟ في زحمه مال الناس مستشفى؟ اي مستشفى على باب الله. اي ابيع بازي، ابيع كلينيس، عندي مجمدة غلافة عجيبة برد بيها مي. ذول الجار شو يعني؟ مرات بازة مرات كنس مرات يجدون. اي يحصلون اي يحصلون يشتغلوني لهاليتهم. من خلال جمع المعلومات والمراقبة واستحصال موافقة السيد القاضي، تم القبض على احدى النساء مع ولدها، حيث يقومون باستغلال الاطفال في اعمال التسول عن طريق نشرهم في الشوارع والتقاطعات واستحصال الاموال منهم. تم توقيفهم وفق الماده 6 من قانون مكافحه تجار البشر رقم 28 سنه 2012، وتم احالتهم الى المحاكم المختصه. الأطفال يتم نشرهم في التقاطعات والشوارع في مركز مدينة الحلة. الاستغلال الأطفال في أعمال التسول، ويوجد حالات تجار البشر في استغلال النساء في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي. تعتبر قسم مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل من الأقسام المتميزة، خاصة وأنها قد قامت خلال الفترة السابقة بكشف جرائم
هامة جدا، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم أمام القضاء. أيضا من ضمن الجرائم التي لوحظ انتشارها بالفترة الأخيرة هي جرائم الاتجار بالبشر، خاصة الأطفال وتشغيلهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون، واستغلالهم لموضوع العمل في الجراجات وعمل السيارات وعمل أيضا التسول في أماكن العامة. ومن خلال المتابعة لاحظ أنها وراء هذه المجاميع من الأطفال أشخاص يديروها في الباطن، ويقومون بجلب هؤلاء الأطفال ووضعهم في هذه الأماكن منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل. تم من خلال قسم مكافحة الجريمة وقسم بالتحديد شعبة الاتجار بالبشر تقديم مطالعات أمام السادة القضاة واستصدار أوامر بالقبض على الأشخاص الذين يديرون هذه المجاميع من الأطفال، وتم الاعتراف بأن هؤلاء يقومون بتشغيل هؤلاء الأطفال ويتاجرون بهم في أماكن مختلفة من مواقع في محافظة بابل أو في مواقع أخرى في محافظات متفرقة. وهناك أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص تم إحالتهم للقضاء لنيل جزاهم العادل. هذا الموضوع طبعا اللي شفناه حاليا مؤلم للغاية، يعني لو البلد بلد العراق، عيب واحد يقول فقير، لو البلد متمتع بالأشياء اللي هو يملكها كان ما شفنا هذه المرية ولا الأطفال بالشوارع. يعني هذه الامرأة هي ضحية الفقر اللي والعوز اللي يعيش به هذا البلد، وهذه مو بس في موجود في هذا المكان وفي هذه المدينة، في مختلف المدن العراقية احنا نشوف ماكو مدينة يخلو من موضوع المتسولين، وأغلبهم هم اكو واحد يجي الصبح ينشرهم على الشوارع وبالليل يجي لهم وصارت تجارة. اللي نتمنى أن يكون هناك تبني لهؤلاء الأطفال، لأن هم أولادنا أول وتالي، من الممكن أنه واحد يأخذهم يشتريهم يسوي لهم أي شيء، من الممكن أنه يوظفهم بأن يكونون هم داعش متنقل. والنساء المفروض يكون لها راتب ومعززة ومكرمة في مكان ما، لكن يعني هذا البلد ما عرف أحد وياه من يحكي. على العموم نناشد الجهات المعنية النظر لهؤلاء الأطفال وإلى النساء وإلى الكبار في السن، ليش باقين في الطرقات؟ مفروض أن يكون أكو مكان يأويهم وتنتهي هذه الظاهرة التي باتت تشكل أرق كبير لمدننا ولناسنا. نعم. استجابة لما تم عرضه في برنامج أهل المدينة في الأسبوع الفات عن موضوع الوقود أو البنزين السيء الرديء اللي اشتكوا منه المواطنين في أكثر من مدينة، عرضنا من خلال برنامج أهل المدينة وطلبنا بوقتها أنه تشكل لجان حتى تشوف وتسوي فحص للوقود، وفعلا كان هناك استجابة من السليمانية، كانت أول مدينة أو أول محافظة طلعت لجنة وتم إغلاق محطة بنزين للوقود، لأن بنت بعد ما أثبتوا وما سووا فحص أنه هذه الوقود كانت نوعية سيئة وتم تلافي الوقود، وأيضا قاموا بإحالة صاحب البنزين أو المحطة إلى المحكمة لاستجابة قانونية. طبعا دعوة مرة ثانية من خلال برنامج أهل المدينة إلى كل الجهات الحكومية والمعنية، خل تكون مصلحة المواطن أول شيء أو في المركز الأول. يعني احنا نشكر السليمانية لأنها تتابع وتشكل لجان وتطلع وتحل القضية. نتمنى من بقية المدن أيضا يا ريت نسمع أخبار زينة عن هذه القضية. طيب يوم الخميس شفت احنا والطلاب، طلاب السادس إنجليزي، قاعد يشتكون من أنه الأسئلة مطولة، يعني هي المطولة يمكن أحسن حتى يلمون درجات، أفرع تكون كثيرة وبالتالي يكون الواحد ما ينقهر من يكون هناك خطأ في فرع معين، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام التيار الكهربائي وماكو حتى لو كو تيار كهرباء فماكو مراوح والماء الحار أيضا، يقولون لو تكون الأسئلة قصيرة يمكن أفضل لنا. إحنا وصلت لنا صور أنه اضطروا الأهالي مع الطلاب أنه يجيبون مراوح، هاي البنكات اللي هي على الشحن، ويستخدمونها الطلاب، يعني ما يخلص شحنها توقف المروحة. طبعا هي شو تذب لهم؟ تذب لهم سم، يعني سموم، مو والله يعني حار. الله يساعد الطلاب،
ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يعني الواحد من يشوف الصورة ينقهر، وشلون يجاوبون وشلون يكتبون وشلون يحلون وشلون نطلب من عندهم أن يكون تكون درجاتهم عالية. نتمنى أن يكون هناك، طبعا أكو مراكز على أساس أنه ذيلت الصعوبات وجابت مبردات، لكن هي أصلا ما هو كهرباء، لكن أغلب القاعات الامتحانية هي بدون كهرباء بدون مبردات بدون مراوح، بضطروا الأهالي يشترون لكل طالبة مروحة يدوية أو مروحة على الشحن وتستخدمها فترة الامتحان. الله يساعد الطلاب. باكر عندهم امتحان الأدبي والعلمي، يمكن أحياء وهناك تاريخ، ونتمنى يكون معرفة ركزوا بالجدول، هذا أيضا قضية مهمة. باكر إن شاء الله نتابع امتحاناتكم، وإن شاء الله تكون الأسئلة سهلة وتقدرون تجاوبون بالتوفيق والموفقية. ما عندنا غير الدعاء لكم، ونتمنى من وزارة التربية تتفق مع وزارة الكهرباء على الأقل بس لها 4 ساعات أو 3 ساعات تعطوكم كهرباء، حتى ها اللي عنده بنكة يقدر يشغلها. نتمنى أن يكون هناك تواصل أو اهتمام من قبل الوزارات المعنية. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام في أمان الله. إلى اللقاء.